السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، معالي وزير الداخلية، وإلى من بيده الأمر، لاحظت خلال الأشهر الطويلة هذه كلها ما حد جاب طاري تشاورية مطير، وأولهم أهل المطران. ليش؟ لسبب بسيط، لثقتهم فيكم والاعتقادهم أنكم أحرص منهم عليهم، والغرض من ذلك التهدئة والهدوء. وبعدين يشوف انفراجة وشمر طلعوا بعد مطالبات ودنيا. تبون ترسلون رسالة أن إذا ما تشغلون تويتر وتتكلمون وتتذمرون ما نسمعكم؟ ترى مطير يعني محترمنا للكل، ترى مو قليلين، ولكن يثقون فيكم. تركوهم شهر شهرين ثلاثة أربعة خمسة سبعة ثمان، دشينا شهر تسعة وإن شاء الله قريبا، وشهر ستة اللي طاف وطلعوا شمر وقالوا عقبهم إن شاء الله مطير. فالموضوع مو نعاندكم أو تعاندونا، نبيها منكم. ولاحظوا مطير كلها ساكتة احتراما وتقديرا لك يا سمو الشيخ أحمد النواف، ولك يا معالي وزير الداخلية الشيخ طلال خالد، أقسم بالله احتراما لكم وتقديرا واعتقادا منهم أنهم طالعين مسألة وقت وإجراءات. ترى 14 شخص منهم دكاترة أطباء، منهم دكاترة بالجامعة. طيب ما هم حالهم حال شمر، والمساواة في الظلم عدالة، وانتوا ناس الله معطيكم القبول سبحانه عند الشعب الكويتي ويحبكم، والمطران بالذات لاحظوا ما حد جاب طاري التشاورية لأنهم يثقون فيكم. تمنى تكونون قد الثقة، وبإذن الله أنتم قدها، وتفرحون أهلهم وتطلعونهم ونخلص ونقفل هذا الملف اللي طول. عساكم على القوة وشكراً.